السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة أنتم والعائلة ديالكم. مرحبا بكم الخوت في جولة جديدة، فيديو جديد بالقناة. تحية إليكم أينما كنتم، سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. وإما الخوت راني بالضبط في طريق ماذا، راكم تشوفوا معايا هذا المنظر الجميل ديال هذا الشارع أو هذا الطريق اللي كتربط بين بركان وماذا. إذن هذه هي طريق ماذا، بعد طبعا الاصلاحات اللي وقعوا فيها في السنوات الاخيره، راكم تشوفوا راه تبدل الشكل ديالها. هاو انا هذا المسجد ديال الوفاق، حي الوفاق هو اللي على اليمين ديالنا. المهم هذا النهار ان شاء الله غادي تكون واحد الجوله، غادي نبداوها منا طريق ماذا، ومن بعد غادي نتوجهوا لواحد من الشوارع الرئيسيه في مدينه بركان وهو شارع بوراس. اذا غادي نمشيو تما وغادي تكون واحد الجوله ممتعه ان شاء الله في مدينه بركان. نتمنى انكم تستمتعوا معنا بهذا الفيديو بهذه المناظر الجميله اللي كاينه هنا. تشوفوا معايا تبارك الله الخضوريه، يعني على اليمين ولا على اليسار، هذه البلاصه اللي زينه بزاف الصراحه. انا كتعجبني شخصيا لان فيها مناظر طبيعيه، يعني تحس راسك بحال راك في وسط الطبيعه وانت راك غير في المدينه. وهذا الشارع يعني ولا عنده، يعني ولا فيه واحد المنظر رائع، وحتى بالنسبه للاضاءه راه في الليل رائع. هاد الشارع مضوي بزاف والاضاءه ديالو مخيره باينه مزيان، دايرين ديك الاضاءه يعني البيضاء، ماشي بحال هادي شحال كانوا الشوارع فيهم اضاءه صفراء. اليوم لا، كاين هاد الشارع بالضبط ديال الماذا اللي واحد المثال زين ديال الاضاءه اللي كاينه هنا. اذا اخوتي راه حنا وصلنا لهاد المقهى ديال ليكسيلونس اللي جايه في القنت. هنا غادي ندورو على اليسار، ها هي غادي ندورو هنا على اليسار، نمشيو مع هاد الشارع اللي هنا. ضربة شوية الشمس ولكن ماشي مشكل، غادي واحد شوية غادي ندخلو عاود لشارع بوراس، صبروا معنا هاد الدقايق. هاهي راكم تشوفوا معايا هنا النخيل في الوسط، هذا عاود كيتسمى شارع عبد الكريم الخطابي، هذا حتى هو من الشوارع الجديدة في مدينة بركان. وهذا عاود كيبدا من طريق ماذا وكيبقى غادي 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 حتى يوصل لطريق الناظور، يعني حتى لديك حديقه اللقالق، فين كاينه ديك البلاصه فين كاين دوك العشوش ديال القلاق في داك الشجر، معروفه بحديقه اللقالق. حتى هي راه ولات من المنتزهات في مدينه بركان او من المتنفسات اللي كاينين في المدينه. اذا حتى لتما كيوصل، راه فيه يعني مسافه طويله كتمشى في هذا الشارع عبد الكريم الخطابي. المهم حنا غادي نتمشاو فيه شويه ولكن غادي ندورو باش نتوجهوا لشارع بوراس، راه قريب باش ندورو لشارع بوراس. اذا اخوتي الهدف من هذه الفيديوهات وهو اولا التعريف بمدينه بركان، يعني بالشوارع والاحياء ديال هذه المدينه بالاسماء ديالهم، وطبعا بالجديد ديال المدينه، يعني ما تكون شي حاجه جديده نحاولوا اننا نشاركوها معكم. وفي نفس الوقت واحد الفئه ديال الناس اللي كتفرج في الفيديوهات وهما الجاليه المغربيه كيبغيو يشوفوا بحال هذه الفيديوهات. علاش؟ لانهم تلقاه مده طويله مثلا ما جاش للمغرب. ها يا خوتي هنا على اليسار هذا هو شارع بوراس، راكم شفتوا معايا هاد الدوره، باش حتى اللي يكون فات بهاد الطريق وبغى يولي لشارع بوراس هذه هي الدوره بالضبط. او هنا كاين هذا المسجد، المسجد ديال كاراكشو. الطاكسي غير تبان له يوقف يوقف، ما يدير لا ليبرا لا والو، خصك تكون حاضي وصافي. الخوت هنا هذا المقدمي للسيارات. المهم اخوتي راه حنا بدينا في شارع بوراس، بديناه من الفوق، يعني راكم شفتوا معايا من الجهه ديال كاراكشو ومن الجهه ديال شارع عبد الكريم الخطابي. هنا مجموعه ديال العمارات اللي راهم يتبناو على اليسار بزاف، يعني كاين واحد مجموعه ديال المشاريع اللي راهم يتبناو هنا. هنا عاود اخوتي على اليسار كاينه واحد المقهى اللي هي ديامون بلو، حتى هي كتكون محركه يعني في كاع الايام، وهي من المقاهي الجديدة في مدينة بركان، يعني اللي داروا في هذه السنوات الأخيرة. ريستورو ومقهى بزوج. هنا أيضا كاين واحد المقهى ديال روما، راكم تشوفوا معايا على اليسار. المهم غادي نحاول كل مرة نوري لكم واش كاين في هذا الشارع. هنا أيضا كاينة ديك المخبزة ديال الفيكيكي، معروفة باسم ديالها هي السلام، ولكن راه معروفة بمولاها هو الفيكيكي، راه معروف في مدينة بركان. هنا خوتي في هاد البلاصه كاينه لوباست على اليسار،
وعلى اليمين كاينه ديك توتي جيلاتي، وكاين قدامها مجموعه ديال المقاهي الاخرى بحال هذا المقهى ديال بارسلون. هادو عاود هاد البلاصه بالضبط يعني في الفتره الصيفيه صراحه عرفت واحد الحركه كبيره كبيره بزاف، يعني كما قلت لكم بسبب ان مدينه بركان كتحرك في الصيف، كيجيو الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج كيجيو بزاف في الصيف، خصوصا هاد الصيف من بعد دوك السنوات ديال كورونا راه بزاف ديال الناس جاو، يعني الاغلبيه ديال الناس اللي في الخارج راهم جاو هاد العام. وكما قلت لكم تحركت الدعوه يعني في مدينه بركان كانت حركه كبيره كبيره بزاف. اذا الخوت راحنا الان دائما في شارع بوراس، راحنا في شارع بوراس، هذاك هو مسجد حمزه هو اللي راه يبان لنا اونفاس. هاد الشارع اللي راكم تشوفوا معايا هو شارع الاستقلال، هو هذا اللي كيقطع شارع بوراس، هو شارع يعني رئيسي راه طويل كيربط بين مجموعه ديال الاحياء في مدينه بوراس، وهو صراحه الشارع اللي فيه الاناره مخيره في الليل، يعني الاضاءه ديالو مزيانه. وللاسف هذا الشارع اللي رحنا فيه هذا راه في الليل للاسف الاضاءه ديالو تقريبا منعدمه، يعني ما كايناش، كاين بعض الشارعات شي ضواوي منا ومنا ما كيبانوش مظلمين للاسف. وكما قلت لكم ضروري نهضر على الحوايج الايجابيه وفي نفس الوقت الاشياء السلبيه، ما غاديش نقولوا غير الحاجه الايجابيه، ضروري نتصرف في الحقيقه كيف ما هي سواء مزيانه ولا ماشي مزيانه. وكما قلت لكم الخوت عندك هذا الشارع والشارع الاخر اللي كنا درنا حتى هو في واحد الفيديو سابق اللي مازال ما شافوش غادي نخليه لكم لتحت في الوصف، شارع الاهرام حتى هو الخوت في الليل الاضاءه ديالو ضعيفه ضعيفه بزاف، وللاسف هذا مشكل، يعني خص نورمالمون بحال هادو الشوارع اللي فيهم الحركه كبيره والناس كتمشيهم السيارات كيفوتوا دائما، هادو خصهم هما اللي يكونوا يعني واجهه ديال المدينه، خص يكونوا معدلين مزيان مضويين مزيان مزينين في الجناب. ايوا نتمنوا ان هذا الميساج يوصل للمسؤولين باش ان المسؤولين على هذه المدينه باش يحاولوا يغيروا شويه من هذه المدينه اللي هي مدينه بركان. فعلا كان مجموعه ديال التغييرات، يعني ما نكذبوش راه كاين تغييرات على مستوى بزاف ديال الشوارع اللي داروا، بزاف ديال الطرق اللي تفتحوا بينهم الطريق المداري بينهم، مهم مجموعه ديال الشوارع، ولكن باقي شوارع اللي رئيسيه في وسط المدينه ومحركه بزاف خصها عاد الاضاءه، خصها التريطوارات، خصها بزاف ديال الحوايج. هذا هو المشكل، حنا بغينا حتى هادو كيتعدلوا لان هادوك هما اللي كيفوتوا بهم الناس. او نعطيكم الخوت غير واحد المثال، مثلا تلقى واحد الشارع فايت على الطرف ديال الواد ديال شراعه، هذاك مضوي مضوي مخير في الليل، ولكن شكون كيفوت من تما؟ واحد النسبه قليله اللي كتمشي من تما. وهاد الشارع اللي رحنا نهضروا عليه مثلا هاد شارع بوراس او شارع الاهرام، الناس دائما غاديه جايه فيهم ظلم، يعني شكون اللي اولى ان تكون فيه الاناره اكثر؟ واش هذا اللي هو رئيسي، ولا داك الشارع اللي فايت على الطرف ديال واد شراعه وقليل ديال الناس اللي كيمشيو من تما؟ هذا هو المشكل. اذا نتمنوا الخوت ان في الايام المقبله يكون واحد التغيير على مستوى هذا الشارع وعلى الشوارع اللي باقيه عاد خصها التهيئه، يعني من نقول التهيئه راه خص لي تريطوار، خص الاناره في الليل، خص مجموعه ديال الحوايج، تشجير ديال الجنبات، خصنا شويه ديال الشجر لان هو اللي كيعطي الظل، لان النخل الا بقينا نديرو غير النخل النخل راكم شفتوا راه حتى الناس ديال بركان راهم تدمروا من هذه القضيه وما عجبهمش بزاف، يعني قال لك ما يمكنش كاع الشوارع غادي تبقاو تقلعوا لهم الشجر وديروا لهم النخل، لا يمكن. ها هو مثلا شوفوا معايا هذا الشارع اللي رحنا فيه، منظر رائع ديال الشجر هنا على اليسار، والظل مخير مغطي كاع ديك البلاصه، وتلقى شوارع اخرى مثلا دايرين فيهم النخل في الوسط ما فيهم حتى شي شجره، تلقى الشمس يعني واخا غادي تفوت على رجليك تما راه مشكله. اذا الخوت المهم راني حاولت انني نهضر معكم ونقول لكم الحقيقه كيف ما هي، وكما شفتوا معايا استمتعنا بهذه الجوله في شارع بوراس، وزدنا كملنا عاود مع هذا الشارع اللي رحنا فيه الان. اذا اخوتي دروك هذا الشارع اللي رحنا فيه هو شارع الشهداء اللي كيدينا مباشره لبنو سينا، حتى هذا الخوت خصو التهيئه. مجموعه الشوارع اللي قلت لكم الرئيسيه بينهم هذا الشارع اللي هو شارع الشهداء، شارع براس، شارع
فترة هاد الشوارع اللي هم تأجيلا يعني ما خصهمش يتأجلوا حتى بعد بالعكس لأنهم شارع رئيس فيهم الحركة خصهم اللي يبدأوا به ايوا هاد الشيء يكون في الأيام المقبلة الله ولا في الشهور المقبلة يكون واحد التغيير إن شاء الله في مدينة بركان ونحس التغيير في المدينة إذا نخلص نطلع شوية مع الشعب نوسي شوية مع شارع بنا نشوفوا الأجل كي دايرة كنت شوفوا معايا لورا الخوت اليوم لافينا هذا البركانية مع الويداد سوبر فريقي تمنى توفيق الفريق ديالنا اللي هو فريق نهضة بركان في هذه المرات المهمة الكل راه عندنا النتيجة ديال هذه المباراة ويستنى الفوز ديال النهضة البركانية من قلب عاصمة الرباط نتمنى التوفيق الفرق عندنا في جميع المسابقات يعني في البطولة في كأس العرش ولا في أي مسابقة إفريقية يا خوتي راه كنت شفت شارع بن سينا يعني ما فيش شي حركة راه مازال شوية الحال احنا مازال العاصمة قريب بعد مازال ما بداتش تحرك الدعوة وراه الدعوة مشمسة مشمسة واحد الحرارة في هاد الأيامات راه واخا حنا في سيبطو راه فات واحد 30 والله يسعد كانت وصلت الحرارة حتى لشي 34 35 إذا اللي تشاهدنا أول مرة ما تنساوش أنكم دعوا بالاشتراك بالقناة ضغطوا على زر الإعجاب وما تنساوش أنكم كنا شي كومنتير عطيونا شي فكرة ولا تشجيع ولا شي بغيتوا أننا نديروها في الفيديوهات المقبلة ولا شي رأي فيما يخص هذا الشيء اللي قلناه في الفيديو تهيئة بعض الشوارع كاينة في مدينة بركان واللي قلنا ينقصها عن التهيئة على صعيد مثلا الإنارة ولا التريطوارات ولا بزاف ديال الحوايج شاركونا الآراء ديالكم وإن شاء الله غادي نجاوب جميع لي كومونتير يعني أي واحد يكتب شي كومونتير راني كنجاوب على لي كومونتير كنقراهم ونجاوب عليهم ونشوف أي طلبوا مني مثلا أنا نمشيو لشي بزاف ولا شي جوج نحاول أننا نلبيو الطلبات ديال الناس اللي كتفرج في الفيديوهات ونبغي نوجه لكم واحد التحية أينما كنتم سواء في المغرب ولا خارج المغرب في أي بلاصة في العالم هي إليكم الخوت راه حنا في الطحطاحة وصلنا للطحطاحة المهم غادي نحاول نفوت تما راه عاد شوية ماشي عامرة عامرة بحال بلاتي بلاتي تعمر الدعوة يعني يمكنش أنك تفوت بالسيارة في وسط الطحطاحة دروك شوية خوفة يعني ممكن أننا نفوت هاي خوتي راه شوف الطحطاحة كي دايرة طحطاحة يا الطحطاحة هذا هو المكان اللي عزيز على الناس ديال بركان سواء اللي عايشين هنا ولا اللي عايشين شي بلاصة أخرى ما كانش شي واحد اللي ما تعجبش الطحطاحة البلاصة اللي كانت دايما محركة دائما محركة البلاصة هاي راكم تشوفوا الخير تبارك الله الخضرة ديال الفواكه دعوة الحمراء هاي الناس ديال الخضرة هم يدوروا تحية للناس الجالية المغربية المقيمة في الخارج في أي مكان في العالم دا مسكين تبالي دوخاتو الشمس يمكن شو الحرور والحرور تبالي الحرور والبطا غادي نهود هنا نهود الشارع واحد شوية إذا الخوت هو اللي كيمشي مع بنو سينا هذا كيهود والشارع بنو سينا راكو شفتو كيطلع الهود هذا لا كتهود غير ديال كيفوت في وسط الحي ديال بني جديد إذا أخوتي أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو نلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل إن شاء الله في مكان جديد في جولة جديدة في شي بلاصة جديدة إن شاء الله والناس اللي شافوا أول مرة ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات وضغطوا على زر الإعجاب تشاركوا هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم و